المنصف الأردني بشكل ومكونات حديثة، إذ كسر اثنان من الطهاة في الأردن القاعدة الشعبية لإعداد المنصف التقليدي، وذلك بدمج المكوني المتعارف عليه لإعداد المنصف الجميد أو حليب الماعز المجفف مع الشوكولاتة البيضاء، مبتكرين ما سموه شوكولاتة الجميد. الجميد أو المنصف هو إشي كتير معروف لإلنا وإحنا متعودين عليه، بس حبينا نحطه بإطار جديد، إطار إنه نقدر نوصل للشخص اللي الفرنسي اللي متعود على الفاين داينينج والمتعود يدوق شغلات معينة، إنه يقدر يفهم الجميد بطريقة جديدة. مؤسسو الشركة المصنعة لشوكولاتة الجميد تقول إن هدفها هو إعادة تقديم الجميد بطريقة حديثة تجعله جذاباً للأجانب كما هو بالنسبة للأردنيين. أول إشي بتحسي الطعم الجميل، بعدين هيك بتحسي السويتنس، ف يعني غريب بس حلو. لا زاك يعني I recommend it. وتباع عبوة شوكولاتة الجميد التي تحوي 6 قطع بما يعادل 7 دولارات. ويستغرق الحصول على النسب الدقيقة للمكونات في وصفة شوكولاتة الجميد ما يقرب من 3 أشهر من التجريب، وذلك تحقيقاً للتوازن في الطعم حتى لا يطغى طعم الجميد على طعم الشوكولاتة المختلط دون تغيير في طعم الحامض المرافق لرائحة المنسف التقليدي، الوجبة الأشهر في الأردن والتي يستخدم فيها اللبن المخمر المالح والحامض إلى جانب لحم الضأن. طعم مبتكر حديث أبهر العديد من الذواقة، بين مؤيد لهذا التغيير الحاصل في أشهر طبق تقليدي أردني على الإطلاق ومعارض له. يعني لبن جميل بس للأكل، إشي مالح، هذا أكل وليس حلويات وليس ما له علاقة بالشوكولاتة نهائيا. تأمل الشركة مواصلة عملها في تقديم أطباق شعبية بأشكال وتركيبات جديدة، ويقول القائمون عليها إنهم يعتزمون تسويق منتجهم الجديد خارج الحدود.